أيها السادة الأعزاء، اعلموا هذه الحقيقة جيدا. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء، ومن ظن أن الحرب بيننا وبين اليهود حرب أرض أو سياسة فإنه لم يوافقه واقع التاريخ. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة، إذ أن لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضادا له في الاتجاه. وإذا سألتم علماء الاجتماع وقلتم لهم ما هي الصهيونية، فالصهيونية عقيدة دينية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الصهيونية عقيدة دينية، عقيدة دينية. اليهود قوم يستمسكون بعقيدة التوراة، ولن نكون لهم بالمرصاد الا اذا تمسكنا بعقيدة لا اله الا الله والكتاب المنزل على رسول الله. لقد مات فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله، وعندما استرجعت صفحات التاريخ القريب وبعد حرب رمضان سمعت للرجل أمنية كان يتمنى ان ينالها قبل ان يموت. انتقلت الى لندن وكان هناك رئيسة وزراء اسرائيل، المرأة العجوز مائير. وانتقلت الى مدينة الرياض وكان بها فيصل ابن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة، وادلت مائير بتصريح وادلى فيصل بتصريح. اما تصريح مائير فقد قالت في عاصمة انجلترا: لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الاحوال. وقد يكون من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن من غير الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وهنا التقى فيصل ابن عبد العزيز بسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض، وكان من فضل الله على ذلك الرجل انه كلما التقى بسفير اجنبي يخاطبه بلغته لم يكن يحتاج الى ترجمان بينه وبين من يحدث. اذا التقى بسفير فرنسا تكلم الفرنسية، وبانجلترا يتكلم الانجليزية، وبالالمان يتكلم الالمانية، ولكنه عندما التقى بوزير خارجية امريكا تعمد ان يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والاسلام. قال الرجل لسفير امريكا: انني رجل عجوز كبير السن، واتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. كانت هذه امنيته. هذه الكلمة دخلت معامل التحليل في امريكا، ودخلت وزارة البنتاغون، ودخلت في تحاليل صهيونية بعيدة المدى، ولقي الرجل جزاءه على هذه الكلمة. الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب ارض ولا سياسة، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. اليهود قوم ماديون عنصريون يريدون ان يستولوا من النيل الى الفرات،
ويقيموا مملكتهم على ارض الانبياء على ارض التوحيد. فماذا حدث؟ دائما يلجأ اليهود في حل مشاكلهم الى رصاصات الاثم. كلما علموا انه ظهر من بين صفوف المسلمين رجل يرفع صوته بالحق وقفوا له بالمرصاد. اعلموا هذه الحقيقة. لماذا يتمسكون بمدينة القدس؟ لان مدينة القدس بها المسجد الاقصى مصر رسول الله. لان مدينة القدس فيها اول قبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. كان الرجل قبل ان يلقى الله يتمنى ان يصلي في المسجد الاقصى، ولكن كان الطريق بين الامنية وبين المسجد الاقصى بعيد المدى طويلا. هناك صراع عنيف بين كلمة التوحيد وبين ثلاث قوى، بين القوى الشيوعية ويؤيدها المعسكر الشرقي، وبين القوى الصليبية ويؤيدها المعسكر الغربي، وبين القوى الصهيونية ويؤيدها المعسكران كلاهما الشرقي والغربي. وكلمة لا اله الا الله في الميدان تنادي على الرجال وتقول ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. بعدما وضعت الحرب اوزارها، حرب رمضان التي حملنا الله فيها على اجنحة القدرة الى ارض سيناء الطاهرة، بعدما علت الصيحات بقول الله اكبر لا اله الا الله، بعدما وضعت الحرب اوزارها اخذ اليهود ينشطون في دبلوماسيتهم المعروفة، دبلوماسية التفريق والدس والفتن. فتفرقت الامة، هذا شرقي وذاك غربي، هذا يسار وطني وذاك يمين رجعي، هذا يسار متطرف وهذا يمين متطرف. والله ينادينا ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان الرصاصات الآتمة التي استقرت في رأس فيصل ابن عبد العزيز رصاصات، وراءها ما وراءها، وراءها طابوع طويل من الصراع الذي يدور بين الاسلام وبين قوى الارض. لماذا مدينة القدس؟ لماذا مدينة القدس والكل يعلم انها ارض الاسلام؟ ان مدينة القدس فتحت ايام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك في العام الخامس عشر من الهجرة. اذا بامير المؤمنين يرسل جيوشه لتطهر الارض من ارجاس الرومان، وكان على رأس الجيوش لواء الاسلام خالد بن الوليد، ولواء الاسلام عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة، ولواء الاسلام شرحبيل بن حسنة، ولواء الاسلام عمرو بن العاص، ولواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان. هؤلاء الاروية قاد الجيوش لفتح امبراطورية الرومان. ولما فتحوا مدينة القدس ووصلوا الى المسجد الاقصى ارادوا ان يتسلموا مفاتيح المدينة من البطريرك الروماني صفر اليوس. فقال لهم صفر اليوس: لن اعطي المفاتيح الا لرجل قرأنا اوصافه في كتبنا.
تتقدم رؤساء هيئة أركان حرب الجيش واحدا بعد واحد، وأتأمل الرجل فيهم طولا وعرضا فلا يجد الأوصاف التي يريدها. فماذا يفعل هيئة أركان الحرب؟ من الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس؟ من الذي يتسلم مفاتيح المسجد الأقصى؟ قالوا نرسل إلى أمير المؤمنين عمر. لعل الصفات التي طلبها منا هؤلاء تكون متحققة فيه. ويرسل الأمراء أمراء الجيش إلى عمر بن الخطاب، فتعالوا نصاحب عمر في رحلته من مدينة الرسول إلى بلاد الشام. ركب دابته ومعه غلامه، ولبس ثيابه العادية ومعه غلامه، فكان يقسم المسافة بين مدينة الرسول إلى بلاد الشام إلى ثلاثة أقسام. يركب بعض المسافة ثم ينزل، فيركب غلامه بعدها ثم ينزل، وتسير الدابة فارغة لتستريح. يرحمك الله يا ابن الخطاب، يرحمك الله يا عمر، يا ايها الرجل الذي لم يستطع الغرور ان يقتحم عليك اسوار نفسك المليئة. يرحمك الله يا عمر، قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. يرحمك الله يا عمر، يا من وزعت العدالة على الصغير والكبير، وكان شعارك في حكمك رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر، عمر عملاق الاسلام الذي بلغ من عدالته ان حرم زوجته السيدة ام كلثوم كوكب الاسلام، حرمها من بعض الحلوى حتى لا تتميز على احد المسلمين باكل الحلوى. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. ان جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم عراشيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ قالت له لقد وفرت ثمنها من مصروف اليوم. فقال لها عمر ما زاد عن قوتنا؟ فالمسلمون به اودى. فقومي لبيت المال رديها، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. لك الله يا عملاق الاسلام يا عمر، لك الله يا من كنت تنادي وتقول. لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. رحمة يقسم الطريق من المدينة الى المسجد الاقصى اقساما ثلاثة. يركب بعض الطريق ثم ينزل في تواضع جم، ليركب غلامه، ليركب غلامه بعض الطريق ثم
ينزلان كلاهما لتسير الدابة ولا احد على ظهرها. وعندما يقترب الركب الثنائي اقول الركب الثنائي عمر وغلامه فاعترضهما بعض رحال الطين فرر مخاضة من الطين. ويخشى عمر ان يركب الدابة في الطين حتى لا تزل اقدامها فينزل ويخوض في الطين بقدميه. ينزل في عظمة التواضع وفي رفعة لا كبر فيها. فتن كان غض الروح لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فتن مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر اذ فاته النصر. فرد ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل الا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله وقفا عليك سلام الله وقفا يا عمر فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ان يد الغدر امتدت الى عمر في صلاة الفجر فطعن بالخنجر. تنوعت الاساليب ولكن الحقيقة واحدة. اذا برؤساء هيئة اركان حرب جيش يستقبلونه على حدود الشام واذا بابي عبيدة ابن الجراح يهمس في اذن امير المؤمنين ويقول له تخوض في الطين بقدميك يا عمر. فيقول له عمر لو غيرك قالها لاوجعته ضغطا. وكان عمر اذا قال اسمع واذا مشى اسرع واذا ضرب اوجع. في الحق قال له نعم اخوض في الطين بقدمي. لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العز في غيره اذلنا الله. اذا ابتغينا العز في غير الاسلام اذلنا الله. ويمشي عمر على نفس المنهج الذي سلكه من المدينة. عمر يركب وينزل والغلام يركب وينزل ومتوجهون جميعا الى المسجد الاقصى ليتسلموا المفاتيح من البطريرك الروماني. فقال رؤساء الجيش لعل الله يجعل عمر هو الذي يدخل راكبا حتى لا يضحك علينا الرومان. ولكن اراد ربك ان يدخل الغلام الخادم راكبا وعمر يمشي وراءه. العدل هو العدل والحق واحد لا يختلف. وليس هناك ما يسمى بالبروتوكولات انما هناك ما يسمى بالحق والانصاف. لا محسوبية عند الله. ولو كان المحسوب ابن نوح او ابا ابراهيم او عم محمد ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا محسوبية في الاسلام لا محسوبية عند الاسلام. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه
تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد حط بالشرك النسيب أبو لهب. أبو لهب كان عما لرسول الله، أبو لهب ابن عبد المطلب. أبو لهب ابن عبد المطلب ليس في الإسلام محسوبية، الرجل المناسب في المكان المناسب مهما كان قدره ومهما كان موضعه. هذه عدالة الإسلام. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. الغلام يدخل راكبا، نعم اقتضت القسمة في الطريق هذا. غلام خادم غلام يدخل راكبا دابة امير المؤمنين. ولماذا لم يستأجر عمر دابتين حتى يركب طول الطريق ويركب الغلام طول الطريق؟ لان الدولة لم تسمح له الا بدابة واحدة، وحرام عليه ان يستغل مال المسلمين، حرام عليه. عمر الذي تقرحت اجفانه طول الليل وهو يعد للمسلمين كشوف مرتباتهم بنفسه في ضوء سراج عبارة عن فتيل في بعض الزيت، يدخل عليه علي كرم الله وجهه فيقول له عمر: يا علي فيما جئتنا؟ ان كنت جئتنا في امر يعم مصالح المسلمين تركت السراج مضوعا، فان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفات السراج حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. سراج نقاط زيت، نقاط زيت، هكذا ارادها عمر، ارادها عدالة، ارادها مساواة، ارادها حقا. خشي الله في بعض نقاط زيت في سراج، لم يردها دموية حمراء كما ارادتها الشيوعية البغيضة التي لا تنمو الا في الارهاب والجوع. اقرأوا التاريخ والتمسوا الضعوف من الاسلام. يدخل الغلام راكبا والامير ماشيا، ان هذا لشيء عجاب. وعندما راى البطريرك الروماني هذا المنظر قام تسلم المفاتيح لعمر وقال: لقد قرأنا في كتبنا ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخل ماشيا وغلامه راكب، ويلبس ثوبا ضم 17 رقعة. قام فعد رقع الثوب الذي يلبسه عمر فوجد عددها منطبقا كل الانطباق. رقع، استغفر الله، ما هي برقع وانما هي اوسمة الشرف، انما هي مياشين العدالة، انما هي منح الزهد، انما هي رتب الرفعة. ما هي برقعة؟ انما هي درجات في الجنة، انما هي درجات عند الله. ليس الجمال باثواب تزيننا، ان الجمال جمال العلم والادب. نعم، ويتسلم مفاتيح بيت المقدس. فماذا فعل بعدما تسلم المفاتيح؟ هل نسي الله؟ هل استدعى فرقة من اضواء المدينة
لتقضي ليلا احمر رؤوس الصحباء. هل قضى الليل كما يقول القائل ليلنا خمر واشواق تغني حولنا؟ ماذا فعل عمر؟ ان عمر بعدما تسلمت مفاتيح قال اصحاب رسول الله رأيناه طول الليل يبكي في الصلاة. اقام الليل في بكاء ورجع بالمفاتيح الى مدينة المصطفى ليقضي ايامه لله شاكرا. وظل المسجد الاقصى مع المسلمين حتى دخله الرومان سنة 490، دخله الصليبيون الذين تجمعوا من دول اوروبا من انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وايطاليا والمانيا، وظل في ايديهم من 492 الى ان قيد الله لامة الاسلام البصر صلاح الدين. صلاح الدين الايوبي رحمه الله فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس، وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الاسراء والمعراج، والمسجد مسجد الاسراء والمعراج. وظل المسجد الاقصى مع المسلمين بعد نجاح صلاح الدين هذا النجاح الباهر. صلاح الدين الذي لم يكن يملك بيتا، وقيل له لما لا تبني لك بيتا؟ فقال وما يصنع بالبيت من يتمنى لقاء الله كل لحظة. من سنة 583 الى سنة 1967 نفس يونيو ضاع المسجد الاقصى. انني اقدم هذه الحقائق التاريخية لتعلموا ما هو سر المعركة بيننا وبين اليهود. حرب عقيدة. لماذا النزاع على المسجد الاقصى ومدينة القدس؟ لانها مدينة دينية، لانها مدينة اسلامية. من 583 هجرية والمسجد الاقصى في ايدي المسلمين، وفي 5 يونيو بعدما نسينا الله، بعدما ظننا ان السلاح هو كل شيء وان الاعتماد على الله لا شيء، وبعدما حشدنا الجيوش التي تسد عين الشمس في ارض سيناء، نزلت بنا الواقعة وكانت خافضة رافعة، واذا باليهود يكتسحون كل ما امامهم تساندهم الدنيا شرقا وغربا، امريكا بالمال وروسيا بالبنين والكل بالتأييد. وبعد ذلك قالت جولدا مائير في لندن من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن ليس من الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وقال فيصل بن عبد العزيز وهو الان تحت اطباق التراب اثر رصاصات غادرة، قال اتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. احلموا هاتين الحقيقتين جيدا. لندن تقول لن نتنازل عن مدينة القدس. امنية فيصل بن عبد العزيز اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. لماذا لم يقل في المسجد الحرام
او في مسجد رسول الله؟ ولماذا المسجد الاقصى؟ لان المسجد الاقصى هو احد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي المصطفى لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد الاقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد اخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في ارض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لان مدينة القدس عليها نزاع، شرق وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح للاستيلاء على منابع البترول، لان فيصلا كان يستطيع بعزة الله ان يجعلهم ينامون يرتعدون في شدة البرد. وعندما خطى خطوته الجريئة بفصل الريال عن الدولار وقعت الواقعة وقامت القيامة. ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي الحذر الشديد واليقظة الشديدة. احذر الفتن، واحذر المخربين، واحذر الذين يدمرون اموال المسلمين، الذين يدمرون اموال المسلمين. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدين ولكن لا يشعرون. هل حل المجاعة ولقمة العيش يكون بحرق مصنع المحلة؟ هل حل مشاكل المسلمين يكون بتدمير 180 كشافة في مطار القاهرة في ربع ساعة؟ واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل حل المشاكل يكون بإذاعة الفتن بين صفوف المسلمين؟ ان عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا الا ان نكون متنازلين عن عقيدتنا. الشرق والغرب كلاهما لا يريد منا الا شيئا واحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مثلتهم، حتى تتبع ملتهم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايها الاخوة الاعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الايام من الاستغفار وذكر الله، فان الفترة حاسمة والعدو يقف والاحداث تمشي بسرعة الرياح. فلتنظري كل الشعوب توحدت الا انا، كل الجهود تكاتفت الا انا.